هيعمل لك شريط ضائع كل عنصر كل شيء واضح لك عن سيارة إلكترونية يتم التحكم فيها من خلال مجموعة إشارات مرورية بمجرد ما الكاميرا اللي هتكون مثبتة هنا تشوف الإشارة المرورية هتقوم بتنفيذ هذه الإشارة. يعني لو حطينا go forward يعني اتجه إلى الأمام تتجه هذه السيارة إلى الأمام وهكذا مع بقية الإشارات المرورية. والأحمر عناصر نبيلة والأصفر في الزيت قهوية. تعمل على إعاقة مرور التيار مثل المقاومة الثابتة ويمكن تغيير قيمتها يدويا وتقاس قيمة الأم.